شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيدكس 2023، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية. يشارك في فعاليات المعرض كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية. حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.